أحبي نفسك، كوني أنت، كوني مبدعة. السلام عليكم أميراتي، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين في أحسن الأحوال والظروف. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قولوا لي أشنو أخباركم، كي درتوا مع هذا البرد والشتيوة؟ تبارك الله هذه الأيام كانت شتيوة. المهم هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون فلوغ ولا المهم كيف ما سميتوه. كيف كتلاحظوا معايا انا هنا في السوق انا والزوج ديالي، كنت مشيت باش نتقدى الخضر، المهم ديك التقضيه الاسبوعيه اللي كنديروا. فخليكم معايا انا غادي نمشي للدار ان شاء الله باش نوجد الغداء. ها انتما معايا. صايد لي تحطو صندوق فوق صندوق. اليوم مكاينش داك الشيء ديال الصباح، ديال الصباح كاين هاد الصغيور. هذا صايد لي، صايد الصباح، هذا صايد لي، تبع بينهم 10. هنا البنات رجعت للدار وغسلت السمك. كيف لاحظتوا معايا راه خديت اليوم الحوت، بان ليا واحد السردين زوين ديال البلاد الرقيق وجديد، فخديته وخديت شويه من خديت ميرلا وخديت السيلبيا اللي كتعرفوها كتعجبني، وسيرتو الا درناها هكا مشرمله كتجي لذيذه بزاف. فالمهم حطيت الخضر ديالي وداكشي وغادي نوجد. المهم البنات انا ما غاديش نشارك معكم داكشي بالتفاصيل الممله. المهم الا كان كيعجبكم بحال هادشي ان شاء الله ممكن من بعد يعني المره الجايه نولي نشارك معكم بالتفصيل. المهم هنا كيف كتلاحظوا معايا يلاه بديت باش نشرمل السيلبيا، كندير شويه ديال زيت الزيتون في الكاسرونه اولا المقله ديالي، درت عليها الثومه. اون فوا كتبدا هكا كتبان بدات كتقلى ديك الثومه كنزيد عليها السيلبيا صافي، وكنضيف الربيع قزبر ومعدنوس، وكنزيد في العطريه كندير غير الملح والابزار، شي شويه ديال الكمون، واحد شويه ديال الكركم هكذا باش يعطي اللون. وطبعا كنزيد واحد العصره ديال الحامض، الليمون الحامض، بطبيعه الحال كيزيد واحد اللذه زوينه. المهم البنات تجربوها بهذه الطريقه كتجي روعه، ما تشبعوش منها صراحه. بالنسبه لديك المقله البنات اللي حدايا هذيك قليت فيها السمك، داكشي اش كيبان لكم الزيت هكذاك. وهذا زعلوك ديال الدنجال مع الفلفله مشويين بجوج، كيجي صراحه زوين ولذيذ حتى هو بزاف. هنايا في اخر مرحله كنزيد الحامض كنعصرو عليه،
صراحه كيجي حتى هو لذيذ بزاف. المهم شاركتش معكم الطريقه بالضبط. المهم راه هي بحال تقريبا الطريقه ديال جميع المغاربه، كلشي تيدير هذا الزلوك هذا المشوي. وهنا درت هذوك القطع ديال الميرلا كتقلى، حتى هي كتجي روعه صراحه. البنات بيني وبينكم يعني القليان باش نكونوا واضحين هو ماشي صحي، ولكن مره في شحال باش كنديروا، لان الزوج ديالي كيفضل السمك بحال هكا مقلي، واخا كنحاول ما امكن نقنعو انني نديرو في الفران هو تيعجبو هكذا. المهم البنات كانت هذه هي الغديوه ديالنا، بسيطه جدا. هذه هي الطاوله ديال الغداء. كان عندي البنات قاريين في هذاك النهار، يعني كان خصني ضروري نزرب ونوجد الغداء بكري باش يتغداو ونديهم المدرسه. فهذا الشيء اللي قدرت نوجد مني تنكون مضغوطه بالوقت، لانني قبل كنت في السوق، وقبل كانت الاشغال اليوميه ديال البيت راكم عارفين. فهذا الشيء اللي قدرت ان نحضر بسرعه، فالحمد لله اللهم أديمها نعمة. المهم البنات جربوا هذيك السيلبيا بديك الطريقة، كتجي لذيذة لذيذة بزاف، أكيد غادي تعجبكم. هنا البنات غادي نشارك معكم بعض اللقطات من هكا خديتها ديال القطيط ديالنا سام وهو كيلعب هكذا غير للمتعة. عرفتوا يا البنات هاد القطيط صراحه ولفناه، حتى كنقول غنعطيه لشي حد هكذا باش نقص عليا المسؤوليه وهذا، ولكن ما كنسخاش به ولفت اللعب ديالو. هنا البنات عاوتاني كيف كتلاحظوا معايا رولنا الكوزينه، ففكرت انني ندير واحد الموديفيكاسيون هكا، هبطنا دوك البلاكارات كانوا شويه عاليين، وحتى باش نتفادى داك الاشكال اللي بقى ليا، ديك لابارتي اللي بقات هكا ديال الزليج بقات خاويه ما بين البلاكارات والزليج، فقلت انا في عوض ما نزيد الزليج تما من الاحسن انني نهبط البلاكارات، وفعلا جاو زوينين، جاوني مزيانين. المهم كيف كتلاحظوا هنايا راه الدنيا يعني ترونات عاوتاني. هذا البنات هذا الدواء، داك الدواء ديال سراق الزيت الصغيور عرفتوه، كيتخلط هكا مع دانون مسوس، فخديته تحسبا. انا ما عنديش ولله الحمد، ولكن كنا درناه فاش يلاه سكننا في الدار وما بقيتش عاودته، فقلت انا فرصه بما انني هبطت البلاكارات غادي نخلطو هكا، وكديرو في الظهر ديال البلاكارات من اللور، فما تعرفوا، لانه صراحه البنات خصكم ديروا اتونسيون، راه تيدخل البنات مع اي حاجه جبناها، ممكن مع البوطه، ممكن في الكراطن اللي كنجيبو من الحانوت. وفعلا واحد المره انا كان هكا الزوج ديالي مشى تسخر من الحانوت وخدا شي حاجه كثيره، فجمع ليه مول الحانوت داكشي كله في كرتونه وجابها ليا، وبقات هكا محطوطه ديك الكرتونه واحد ساعه ولا ما كاملاش، ومن بعد مني بديت كنخوي فيها خرج واحد من ديك الكرتونه.
فقتلته، ولكن الله اعلم ربما يكون خرج شي حاجه اخرى الله اعلم. المهم انا حاليا ما كيبان لي حتى شي حاجه عندي في الدار، ولكن تحسبا وتفاديا للمشاكل فضروري مره نعاودوا الدواء. هنا البنات صورت لكم هذوك لي بياس اللي كيتعلقوا بهم البلاكارات لي زينيتي هكا في الكوزينه باش يكونوا واضحين لكم. هما هادو راه كيجيو معاهم، يعني اصلا هاد الكوزينه كانوا معاها هكا، يعني النهار الاول كانت كتركب بحال هكا. هادو هما لي كويزين يعني اللي تيكونوا مودرن بحال الطريقه باش كيتركبوا. هذيك اللي شفتوا الاولى كتركب كنلصقوها في الحيط وكيتركب فوق منها البلاكار بهادي، يعني هذاك الطريف اللي كيبان لكم تيتخشى في الاخرى، وكتزير هكا بالفيس من الفوق فكيكون ثابت وما عندكم مناش تخافوا. فانا كنفضل هاد الطريقه هادي باش كيتهزوا لهذوك الصنادق اولا لي زونيتي ديال المطبخ الخزانات. كنفضل هاد الطريقه هادي لانه ديك الطريقه التقليديه ما صالحاش، فاش كيتثقب من لورد يعني من الظهر ديال البلاكار ممكن جدا انه يطيح، ما عرفتش. المهم انا ما تتعجبنيش ديك الطريقه. هكذا راه كيتشد البلاكار من الكادر ديالو اللي هو الكادر يعني الصحيح، كتكون يعني الطريقه باش معلق بطريقه متينه، يعني ما عندكم مناش تخافوا. المهم البنات كنتمنى انكم تفهموني، راه ما كنعرفش نشرح مزيان في هذا الشيء ديال البريكولاج. هذا الشيء اللي كاين البنات، الفيديو ديال اليوم هنا تسالى. للاشاره هاد السيد هذا اللي غتشوفوا معايا في هاد التصويره، فاش كنا في السوق مسكين شاف الزوج ديالي كيصور فقال له عفاك صورني وحطني في الفيس ولا في اليوتيوب وقول بانني راه احسن نقاي ديال الحوت. فدرنا له خاطر وقلت لي غير صوروا مسكين. المهم انا صراحه تحيه كبيره لهاد الناس هادو اللي كيخدموا بعرق كتافهم، تبارك الله عليهم. في صراحة الإنسان مادام تيخدم بعرق جبينه وكيسعى فالله سبحانه وتعالى أكيد كيرزقه، وطبيعة الحال رزق حلال. فالبنات بحال هاد الناس هادو خصنا نشجعوهم. أنا صراحة ما كنتش كنبغي نعطي مثلا الحوت ديالي لخديته نعطيه ليهم ينقيوه، يعني راكم كتعرفوا ديك القضية ديال النظافة وهادي، ولكن صراحة كيبقاو فيا تنقول نتعاون معاه خليه نعطيه، وداكشي اللي قدرتو تعطيوه ليهم في سبيل الله راكم كتعاونوا معاهم. وش غادي نقول لكم البنات، هاد السيد هذا راه كاين في السوق ديال درب ميلا اللي كاين في كازا، يعني في الدار البيضاء. المهم من هنا كنوجه ليه تحيه ولجميع الشباب اللي بحالو. المهم هادشي اللي بغيت نقول، كتخونني شي مرات العبارات. المهم تبارك الله عليكم البنات، كان الفيديو هو هذا اليوم، فكنتمنى انه ينال اعجابكم وشجعوني يا البنات. والله يخليكم الا كان ممكن انكم تعرفوا بالقناه، وهذا الشيء بطبيعه الحال غير بمشاركه الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم غادي نكون ممتنه اكيد. وشكرا لكم بزاف على اخلاصكم ووفائكم. بالنسبه للبنات المطبخ ان شاء الله منين غادي نكملوا، المهم غنزيد له بعض الاضافات لان باقي ما زدتش شي حوايج، اكيد غادي نعاود نشارك معكم الشكل النهائي. فكونوا في الموعد ان شاء الله مني غادي يكون هذاك الفيديو ضروري غادي نشاركه معكم. خليتكم في امان الله البنات، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله. بسلامه.